لطالما تسألنا منذ صغرنا عن الماهية الحقيقية للأرقام منذ أن تعلمناها لأول مرة في المدرسة، وبعد أن صارت الأعداد الحقيقية 1، 2، 3 وهكذا مألوفة، جاءت أعداد أخرى أو بالأحرى ثوابت أدهشتنا بمدى شهرتها في قائمة الأعداد، مثلا العدد باي والعدد النبيري وجذر 2 والعدد الذهبي. وكيف لهذه الأعداد أن تتواجد في جميع الميادين مثل الفيزياء والبيولوجيا؟ وبعد مدة تعلمنا عن أعداد غريبة ولا يتقبلها المنطق، إنها الأعداد العقدية. ورغم تعلمنا لهذه الأعداد التي تشكل منطلق فهمنا لعلم الحساب والرياضيات بصفة عامة، إلا أنه في هذه الحلقة سنتعرف على وحوش رقمية ربما لم تسمع عنها من قبل، بل حتى عملية خارقة تنتج هذه الأعداد الغريبة جدا. أنا لا أتحدث عن أعداد غراسمان والتي تعرفنا عنها في حلقة خاصة، ووضعت رابط الحلقة في صندوق الوصف. أنا أتحدث عن أعداد المعايرة الناتجة عن عملية المعايرة أو تيتريشن، وحتى العملية الخارقة فوق هذه العملية. وسنتعرف لماذا هذه الأعداد تعتبر محرمة وما الذي تخفيه، وهل يضع العلماء أسرار سرية للغاية خلف هذه الأرقام. كل هذا سنتعرف عليه الآن، لكن قبل أن تكمل الحلقة لا تنسى دعم الفيديو بإعجاب ونشره مع أصدقائك حتى تعم الفائدة. الأعداد التي نعرفها في الغالب ترتبط فيما بينها عن طريق عمليات مثل الجمع والجداء والخارج، فمثلا يعني باستطاعتنا العثور على أعداد عن طريق عمليات معينة. لكن ما هي العمليات الأساسية التي تنتج الأعداد الحقيقية؟ ما تعلمناه في المدرسة فقط 3 عمليات أساسية، وهي الجمع، الجداء والأس أو القوة، بالإضافة إلى عملية معاكسة وهي الطرح، القسمة والجذر. فعن طريق هذه العمليات أنشأنا العديد من الأنظمة الرياضية والفضاءات المتجهية وغيرها. وما يجر الإشارة إليه هو أن الجمع عملية أساسية، هي الأولى التي ننطلق منها لإنشاء باقي العمليات. فعلى سبيل المثال 2+2+2 3 مرات هو فقط 2 في 3، ونفس الشيء بالنسبة لعملية الأس، هي ناتجة في الأصل عن عملية الجداء، فمثلا 2+2+2 يساوي 2 مرفوع لـ3. والسؤال المطروح، هل هناك عمليات فوق الأس؟ يعني مثلا هل العملية 2 مرفوع لـ2 مرفوع لـ2 تقدم لنا عملية جديدة؟ نعم بالطبع. فهنا تبدأ عملية جديدة تسمى بالمعايرة أو تتريشن، و 2+2+2 هي 2 معايرة 3. فعموما A مرفوع لـ A مرفوع لـ A إلى A بN مرة يساوي A معاير N. ففي الآلة الحاسبة أو الحاسوب الأس أو القوة يرمز لها بهذا الرمز، ولكن المعايرة يرمز لها بهذا الرمز، وتسمى المعايرة أيضا بالقوة الخارقة. فعملية المعايرة تعمم العديد من الدوال الشهيرة كالدالة الأسية، فمثلا الدالة الأسية التي نعرفها هي التي تكتب على هذا الشكل. لكن ما رأيك بكتابة التعبير للدالة الأسية كالتالي، بحيث A يتكرر N مرة وX هو المتغير؟ توجد العديد من العمليات عن المعايرة وتطبيقاتها، لكن قد تتساءل ما هي هذه الأرقام المحرمة؟ سأجيبك، لكن قبل ذلك سأقدم لكم بعض الحالات العجيبة التي تنتج عن طريق هذه العمليات. فمثلا ما هي قيمة جذر 2+2+2 إلى ما لا نهاية؟ الحل سيبدو صعب، وخصوصا لو كتبناه بطريقة المعايرة، يعني جذر 2+2 إلى ما لا نهاية يساوي جذر 2 معاير ما لا نهاية. حسب المنطق النتيجة ستكون هي ما لا نهاية، وهنا سأصدمك بأغرب نتيجة ستتصورها. فمثلا كلنا يعلم أن ما لا نهاية زائد جذر 2 يساوي ما لا نهاية، وما لا نهاية في جذر 2 يساوي ما لا نهاية، وحتى جذر 2+2 يساوي ما لا نهاية. لكن جذر 2 معاير ما لا نهاية لا يساوي ما لا نهاية. الأمر بسيط، هناك طرق عديدة تثبت قيمة جذر 2 معاير ما لا نهاية. سأقدم لكم الآن طريقتين. الطريقة الأولى مباشرة، فلو أخذنا الآلة الحاسبة وقمنا بحساب جذر 2+2+2 إلى N مرة، سنجدها تؤول للعدد 2. لكن هناك وسيلة أخرى، وهي ما سيجعلنا نتأكد من النتيجة. فلو اعتبرنا المعادلة X⁻X⁻X إلى ما لا نهاية يساوي 2، هذا معناه أن X لا ينتهي في هذه النقاط الثلاثة، ومعناها X معاير ما لا نهاية. فبما أن هذا الجزء يساوي 2، فحتى هذا الطرف سيساوي 2، لأن هذه النقاط الثلاثة تستمر إلى ما لا نهاية. وسنحصل إذن على هذا الشكل، X⁻X⁻X إلى ما لا نهاية يساوي مربع X يساوي 2، وبالتالي X يساوي جذر 2 أو ناقص جذر 2. لكن الحقيقة التي عثرنا عليها بالآلة الحاسبة هي أن X يساوي جذر 2.
الآن نعوض قيمة x بجذر 2 وسنحصل على جذر 2 مرفوع لجذر 2 إلى ما لا نهاية يساوي 2. وبتعبير آخر جذر 2 معاير ما لا نهاية يساوي 2. وهذا غريب حقا لأن هذه القيمة مخالفة للما لا نهاية، ونعلم أن المعايرة هي عملية فوق الجداء وفوق القوة، ومع هذه العملية يحدث أمر غريب جدا. ليس هذا فحسب، بل هناك عجائب أخرى مثل أن أي عدد موجب x معاير ناقص 1 يساوي 0، وأيضا x معاير 0 يساوي 1. فمثلا هل تعلم أن ما لا نهاية لا تخضع للعملية الأساسية؟ فعلى سبيل المثال ما لا نهاية زائد 2 يساوي ما لا نهاية في 2 يساوي ما لا نهاية مرفوع ل 2 يساوي ما لا نهاية. لكن هذه ما لا نهاية نفسها تتوقف عند المعايرة، فمثلا أي عدد x معاير ما لا نهاية لا يساوي ما لا نهاية، بل يساوي قيمة عجيبة وهي هذه الكتابة: x معاير ما لا نهاية يساوي w ناقص لوغاريتم x مقسوم على ناقص لوغاريتم x، بحيث w هي دالة لامبرت تعرفنا عنها في حلقة سابقة، سأترك رابط الحلقة في صندوق الوصف. يعني يمكن أيضا استخلاص نتيجة جذر 2 معاير ما لا نهاية انطلاقا من هذه العلاقة، وسنحصل أيضا على 2. هل تعلم ما معنى كل هذا؟ كأن ما لا نهاية تتلاعب بنا لكي لا نعلم حقيقتها. فتصور معي أنه كلما زدنا قوة العملية سيزداد قربنا للما لا نهاية. لكن هذا لا يحدث عندما نصل للمعايرة. فعلى سبيل المثال 2 في 3 يساوي 6، لكن هذه القيمة ضعيفة بالمقارنة مع 2 مرفوع ل 3 يساوي 8. يعني كلما زادت العملية بين العددين فكلما اقتربنا أكثر من العدد بجوار ما لا نهاية. فمن الطبيعي 2 مرفوع لما لا نهاية هو ما لا نهاية، لكن 2 معاير ما لا نهاية يحتاج منا لحساب هذه الدالة، وسنرجع عن طريق المعايرة إلى عدد حقيقية قريبة منه. وقد تطرح هذا السؤال، هل هناك عمليات فوق المعايرة؟ نعم، هناك عدد كبير من العمليات أكبر من المعايرة، وتدخل ضمن مجال رياضي يسمى بالعملية الخارقة. ويوجد عامل رياضي HN بحيث N يدل على رتبة العملية. نختار مثلا العددين 2 و 3، ف H0 يساوي 3 زائد 1، ولو عكسنا 2 ب 3 سنحصل على 2 زائد 1. H1 يساوي 2 زائد 3، H2 يساوي 2 في 3، H3 يساوي 2 مرفوع ل 3 يساوي 2 سهم 3. السهم هنا يدل على جميع العمليات فوق القوة. H4 يساوي 2 معاير 3 يرمز له بهذا الرمز أيضا. كما نلاحظ المعايرة تنتج عندما نعوض N بأربعة، يعني هي نفسها العملية H4. وجميع العمليات HN بحيث N أكبر من 4 هي عملية فوق المعايرة، وهذه الأسهم تدل على العملية بدءا من القوة المعروفة بسهم واحد، والمعايرة معروفة بسهمين، والعملية العليا بثلاث أسهم وغيرها. وهناك عملية HN عملاقة بحيث N يؤول للما لا نهاية. فتخيل معي العملية H مليون، كيف ستكون نتيجة هذه العملية لعددين مثل 2 و 3؟ فما بالك لو اخترنا عدد أكبر؟ هنا يبدو لنا جليا أن العمليات HN هي وسيلة تمكننا من التعمق أكثر في بحر الأعداد. فمن بين الأعداد الخارقة المكتشفة في هذا الصدد العدد رهامة، وهو عدد ضخم للغاية ناتج عن نظرية رامسي، وهذه هي قيمة هذا العدد، وهذا يدل على ضخامة هذا العدد حتى يصعب كتابة هذا الرقم على الورق. فكيف لنا لا نستطيع كتابة قيمة عدد رهام ونريد اكتشاف العدد بجوار ما لا نهاية؟ هنا وصلنا لنقطة مهمة في هذه الحلقة، وهي الأرقام المحرمة التي لا نستطيع حتى كتابة قيمتها. فالعدد رهام الذي يكسب على هذا الشكل المختصر يصعب كتابة قيمته العددية، فما بالك بعدد ضخم جدا لا نستطيع كتابة قيمته المختصرة بالأسهم. فمثلا 5 مع مليار سهم ثم 3، هذا العدد ضخم جدا فيصعب كتابة مليار سهم، فما بالك بقيمتها الرقمية التي ستحتاج منا لآلاف السنين حتى ندونها على الأوراق. الآن ما رأيك بهذا العدد مليار ثم مليار سهم مرفوع لمليار؟ ربما سينفجر عقلك إذا أردت التفكير في هذا العدد. وباختصار العدد الكبير جدا توجد دائما فوقها أعداد محرمة يصعب الوصول إليها، وحتى الحواسيب لا تستطيع الوصول إلى تلك القيم. فتخيل معي أن جميع الأعداد التي لا نستطيع تدوينها على الورق لمدة تساوي عمر الكون، فما بالك بأعداد لا نستطيع تدوينها في مدة تساوي عمر الكون؟ هنا يبدو لنا من المستحيل الوصول لأعداد تتخطى مقادير الكون.
وهذا هو موضوع الحلقة، العدد المحرمة. ظهرت في العقود السابقة أنواع جديدة من الأعداد في الرياضيات والفيزياء. ظهرت هذه الأعداد بنفس الطريقة التي ظهرت من الأرقام الأخرى، واكتشاف أسرار الطبيعة. لكن هذه الأعداد التي تسمى بأعداد غراسمان مختلفة، فهي أعداد من الخيال العلمي. لتعرفوا مدى غرابتها، تم تسميتها بالأعداد الفائقة أو سوبر نمبر. لنتعرف على هذه الأعداد، لكن بعد الفاصل. وقبل أن تكمل الحلقة، لا تنسى دعم الفيديو بإعجاب ونشر المقطع مع أصدقائك. ظهرت الأعداد الفائقة على يد عالم الرياضيات والفيزياء هيرمان غراسمان. تتم هذه الأعداد للجبر الخارجي الذي يحتوي على الجداء الخارج، والذي يرمز له بهذا الرمز، والذي تعرفنا عنه سابقا في حلقة الرياضيات العميقة. بحيث لو كان A و B عددين فائقين، فجداؤهما غير تبادلي، يعني A في B يساوي ناقص B في A، وهذا معناه أنه بتغيير موضع العدد تتغير الإشارة. فمثلا لو كان 2E و 3G عددين فائقين، فإن 2E في 3G يساوي ناقص 3G في 2E. والغريب أكثر هو أن مربع عدد فائق منعدم، مثلا 2E مرفوع ل 2 يساوي 0. وهنا تكمن بالفعل غرابة هذه الأعداد. فلو كانت الأعداد العادية تحدد الكمية أو التنقيم، فأعداد غراسمان تحدد الاتجاه أو المسار. فمثلا 3 في لغة الأرقام يعني المرتبة الثالثة، وفي لغة الأعداد يعني 3 أشياء، ولكن في لغة الأعداد الفائقة يعني 3 خطوات. لكي أفاجئكم أكثر، الأعداد الفائقة أو أعداد غراسمان هي أصل المتجهات العقدية في الرياضيات، بسبب أن جبر غراسمان الفائق بـN متغير فائق تيتا 1 تيتا 2 إلى غاية تيتا N، ونرمز لتيتا A بمتغير كيفما كان بين تيتا 1 وتيتا N. فعدد غراسمان الفائق يكتب بصفة عامة على هذا الشكل، بحيث C عدد تتغير قيمته بتغير الرمز A1 إلى AK. العدد زيد الفائق هو تعميم لمفهوم المتجهات، بل هو تعميم لأي عدد كيفما كان، حتى الأعداد العقدية، بل وحتى متجهات الهندسة التفاضلية. يمكن تمثيل أعداد غراسمان بمصفوفات، لكنها ليست مصفوفات في الأصل، هي أعداد فقط. وهذه بعض الأمثلة البسيطة عن أعداد غراسمان. وهنا قد تطرح سؤال، هل عملية الجداء بين عددين فائقين تيتا 1 وتيتا 2 هي نفسها الضرب الذي تعرفه، أم هي عملية أخرى؟ نعم، هي جداء جديد يسمى بجداء الخارجي، الذي تعرفنا عنه في حلقة الرياضيات العميقة. كما سبق وأشرت، تركت رابط هذه الحلقة في صندوق الوصف. الجداء الخارجي هو الذي يغير الاتجاه، يعني تيتا 1 في تيتا 2 يساوي ناقص تيتا 2 في تيتا 1. وهذا التعبير هو أصل الكتاب المتجهية، أي متجه B. كما سبق وأشرت، يمكن استخلاص أغلب قواعد الرياضيات من هذه الأعداد، يعني أعداد غراسمان. وكما أن أصل A متجه A يساوي 0 هو عدد غراسمان مرفوع لـ 2، أو عدد غراسمان في نفسه يساوي 0. تابعوا الآن جيدا، لأن التالي هو تحديد أصل هذه الأعداد في قائمة الأعداد المعروفة. بصفة عامة، كل عددين فائقين زد 1 وزد 2 يكتبان على شكل عدد فائقة أخرى تيتا E، بحيث زد 1 وزد 2 ينتميان على التوالي. فالجداء الخارجي العام لزد 1 وزد 2 هو كالتالي، زد 1 في زد 2 يساوي ناقص 1 مرفوع لـ P في Q في زد 2 في زد 1. وهذه العبارة هي مصدر خاص مهمة لا يلاحظها الكثير في الأعداد العقدية. هنا سأقدم لكم مصدر مهم لهذه الأعداد. نأخذ مثلا العدد ناقص 1 مرفوع لـ 1 يساوي بالطبع ناقص 1 مرفوع لـ 2 في 1 على 2. لنحسب على حدة كل من ناقص 1 مرفوع لـ 2 في 1 على 2، ثم ناقص 1 مرفوع لـ 1 على 2 في 2، يعني تبديل 2 ب 1 على 2 في هذا الجداء. لدينا ناقص 1 مرفوع لـ 2 مضروب في 1 على 2 يساوي ناقص 1 مرفوع لـ 2، الكل مرفوع لـ 1 على 2. وبما أن ناقص 1 مرفوع لـ 2 يساوي 1، فهذه العبارة تساوي 1 مرفوع لـ 1 على 2، وبالتالي تساوي 1. العبارة الثانية، ناقص 1 مرفوع لـ 1 على 2 في 2 تساوي ناقص 1 مرفوع لـ 1 على 2
الكل مرفوع لإثنان، وبما أن ناقص واحد مرفوع لواحد على إثنان هو إي، إي هو العدد العقدي التخيلي، إذن هذه العبارة تساوي إي مرفوع لإثنان، وبما أن إي مرفوع لإثنان هو ناقص واحد فهذه العبارة تساوي ناقص واحد. من خلال العبارتين معنا، فتغيير إثنان بواحد على إثنان في الجداء إثنان في واحد على إثنان ليس صائب، لأنه يجب الحفاظ على الترتيب، وهذه الانطلاقة هي مصدر عدد غراسمان. بل قد تطرح هذا السؤال، هل يمكن أن نحصل على نفس النتيجة بكتابة 2 في 1 على 2 بناقص 1 على 2 في 2؟ هل سنحصل على نفس القيمة باستخدام جداء غراسمان؟ الجواب هو لا، لأنه لدينا ناقص 1 مرفوع ل 1 على 2 في 2 يساوي ناقص 1 مرفوع لناقص 1 على 2 في 2، لأن 2 و 1 على 2 هي أعداد حقيقية عادية وليست أعداد غراسمان، لكنها أعداد تتحقق فيها شروط غراسمان إذا كانت مرفوعة لناقص واحد، يعني يجب الحفاظ على الترتيب في هذا السطر. ما يجب معرفته هو تكامل عدد واحد بالنسبة لمتغير فائق هو صفر، وليس كالعدد العادية تكامل واحد بالنسبة لمتغير حقيقي يساوي عدد حقيقي x، وأيضا تكامل متغير فائق بالنسبة لعدد فائق يساوي واحد، وليس كالتكامل العادي تكامل x dx يساوي x مرفوع ل 2 مقسوم على 2. هذه الأعداد تغير جميع قواعد الرياضيات المعروفة. هذه الأعداد كانت أساس نظرية التماثل الفائق في الفيزياء، وحلت العديد من المسائل الرياضية، رغم أن تطبيقاتها تبقى صعبة بعض الشيء بسبب غرابة مبادئها وخاصيتها، لكنها تبقى اكتشاف ريادي قام بتعميم أغلب الفروع المعروفة، بل حتى وله تطبيقات في الفيزياء. ما رأيك حول هذه الأعداد؟ وهل تعتقد أنها ستكون السبب في وضع منطق ريادي جديد؟ بل وحتى قد تؤدي لاكتشافات جديدة. هل تعرف حقا ما هو العدد التخيلي E الذي يساوي جذر ناقص واحد؟ هل قمت بحفظ ما علموك في المدرسة بدون أن تفهم أصل هذا العدد؟ وما المغزى من الأعداد العقدية المركبة في الواقع؟ فكما يمكننا فهم العدد 2 من الطبيعة، كذلك يمكن فهم العدد التخيلي من الواقع، وستسمع لأول مرة السر خلف الأعداد التخيلية، وكذلك سنتعرف على الرياضيات من منظور آخر نحو الإجابة على هذا السؤال: هل تعتبر الرياضيات خيال أم اكتشاف من الواقع؟ وسنكمل الإجابة على سؤال الحلقة السابقة حول الرياضيات المحرمة، لأننا في الحلقة السابقة فتحنا نقاش واليوم سنغلقه. المعلومات في هذه الحلقة كثيرة، لذلك حاول الاستماع جيدا ولا تنسى دعم الفيديو بإعجاب ونشره مع أصدقائك حتى تعم الفائدة. لو رجعت معك للقسم حيث ذكر أستاذ الرياضيات لأول مرة مصطلح عدد تخيلي، ما الذي دار ببالك تلك اللحظة؟ هل بدأت تظن بأن الرياضيات بأكملها مجرد وهم؟ أم أنك أصبحت تفكر بأن الأرقام بعد نومها تتخيل أعداد عقدية تخيلية؟ لماذا نستخدم في الأصل مصطلح تخيلي؟ هل تتفق معي بأنك في تلك اللحظة التي اكتشفت فيها هذا العدد بدأت تشك في مصداقية الرياضيات حتى أقنعك الأستاذ بأهمية هذا النوع من الأعداد؟ لكن هل هي حقا أعداد تخيلية أم أن قيمتها تختزن في نطاق آخر؟ فلو رجعنا لبداية العدد التخيلية سنذكر بالطبع هذه المعادلة مربع x زائد 1 يساوي الصفر. فهذه المعادلة لها حلين، جذر ناقص 1 أو ناقص جذر ناقص 1، ولكن كما تعلمنا في المدرسة أنه ما بداخل الجذر المربع يجب أن يكون موجب. هذا شبيه بأن يقول لك شخص لا تدخل عبر هذا الباب وإلا ستموت. فمنذ زمن طويل جدا كان يحرم استخدام أي عدد سالب بداخل الجذر، لكن بعد إضافة الحل الجديد الذي هو جذر ناقص واحد للقائمة تبين أنه خلف ذاك الباب عالم غريب غير مكتشف. فعند دخول علماء الرياضيات لهذا العالم شعروا وكأنهم في مدينة الأحلام أو في فضاء الخيال، ولا يمكن تصديق ما وجدوه هناك، ولهذا سمي بالفضاء التخيلي، وسمي جذر ناقص واحد بالعدد التخيلي ونرمز له بالرمز E حتى لا نكثر من كتابة جذر ناقص واحد. يعني لا توجد علاقة بين هذه الأعداد التي تنطلق من العدد E يساوي جذر ناقص واحد بالخيال، فيرجع أصل هذه التسمية إلى العدد الكبير من الحلول التي تفوق الخيال بواسطة العدد الجديد. فمن بين هذه الأعداد نجد E، 2 E، 3 E زائد 1 و 1 ناقص E، وحتى الآن نجهل ترتيباتها. يعني على سبيل المثال لا يمكن معرفة ما هو الأكبر، هل E أم 2 E؟
لكن قد تطرح علي هذا السؤال، إذا لم تكن هذه العادات خيالية، فما هو تعريفها في الواقع وكيف أفهمها بشكل لا يدعو مجال للشك؟ طبعا ركز جيدا في القادم، فهو المهم لأنك ستسمع أغرب معلومة عن هذه الأعداد. فلفهم ماذا أقصد، لنحاول كتابة العدد التخيلي بصفة عامة، وهذا التعبير يكتب كما يلي: يعني كنا نعرف في الأول فقط متغير واحد هو X، لكن يكتب العدد العقدي Z بدلالة متغيرين والعدد التخيلي E. فكما تعلمنا في المدرسة، X هو الجزء الحقيقي لZ، أما Y هو الجزء الخيالي للعدد Z. لكن هل حقا Y هو جزء خيالي؟ لكي نفهم بشكل جيد العدد التخيلي أو العقدي، لنخرج من عالم الرياضيات نحو عالم الفيزياء. هناك سنتعرف حقا عن ماهية هذه الأعداد. فلو تصفحنا ميكانيكا نيوتن والترموديناميكس والنسبية العامة وكذا الكهرباء العادية، فنتجد أي أثر للعدد التخيلي والعدد العقدي. على عكس ذلك نجد في ميكانيكا الكم والكهرومغناطيسيات وفيزياء الجسيمات وحتى الفيزياء النووية. ألا تلاحظ من خلال هذا التقسيم بأن المجالات التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة مثل الفضاء والحركات الميكانيكية لا تحتوي على الأعداد التخيلية؟ فببساطة لأنها مجالات يمكن رؤيتها بالعين، يعني ليست مجالات خفية مثل عالم الذرات والجسيمات التي لا يمكن رؤيتها بالعين، لذلك نجد الأعداد الخيالية بكثرة في ميكانيكا الكم. على عكس ذلك تدرس النسبية العامة الكون بواسطة الأعداد الحقيقية وليس الأعداد العقدية، لأن النسبية العامة تدرس الفضاء الذي يمكن رؤيته عن طريق المراصد. يعني يمكن كتابة الفيزياء على شكل النسبية العامة زائد E جذع ميكانيكا الكم. هذا فقط للتبسيط. لنرجع للسؤال السابق، ما هي الأعداد التخيلية؟ الجواب كما شاهدنا عن طريق الفيزياء هو أن الأعداد التخيلية ليست في الأصل خيالية، بل هي تمثل كل الظواهر الخفية التي لا يمكن رؤيتها. يعني يجدر تسميتها بالأعداد الخفية لأنها تصف عوالم خفية يصعب رؤيتها مثل عالم ميكانيكا الكم وفيزياء الجسيمات. الآن فهمنا بأنها تدرس الأشياء الخفية، وهذا مثال حي لكي نفهمها في الواقع. فلو أخذنا على سبيل المثال طاولة وطاولة وعلبة، وضعنا على الطاولة كرات وفي العلبة كرات أخرى، فلو أغلقنا العلبة بإحكام وبعدها طرحت عليك هذا السؤال: كم عدد الكرات فوق الطاولة وكم عدد الكرات في العلبة؟ طبعا ستجيبني بسرعة على أن عدد الكرات في الطاولة في هذا المثال هو 4، لكن لن تجيبني على عدد الكرات في العلبة بدون الحاجة لفتحها. في هذه الحالة ستقول بأن عدد الكرات في السلة هو على سبيل المثال 4E، بحيث E يمثل عدم قدرتك على رؤية العدد الحقيقي بداخل العلبة، وهذا هو أصل الاحتمالات ومبدأ هايزنبرغ في ميكانيكا الكم. ولكي نفهم بشكل جيد الترتيب في عالم الأعداد العقدية، نأخذ هذه المرة علبتين عوض علبة واحدة، ونضع كرات مختلفة بداخلها، وكرة بجانب العلبة الجديدة على الطاولة. هنا سنتمكن من كتابة عدد الكرات بهذا الشكل: 4E و4E زائد 1، مع العلم أن الواحد هنا هو للدلالة على الكرة الموجودة هنا بجوار هذه العلبة، والتي تبدو لنا بوضوح. أما 4E فليس معناه وجود 4 كرات بداخل العلبة، بل نعتبر توجد 4 عناصر خفية بحسب المعيار E. وهنا المعضلة هي ماذا لو كان بداخل العلبة 5 كرات عوض 4 ونحن نكتب 4E؟ فهذه المعضلة هي ما يعرف في الفيزياء بمبدأ هايزنبرغ الذي يشير إلى عدم مقدرتنا على تحديد الزخم والموضع في نفس الوقت. وهناك دائما فرق بين الموضع المدروس والموضع الحقيقي، يعني فحتى في العلبتين معا لا نستطيع تحديد أي عدد أكبر من الآخر. هل هو عدد الكرات في العلبة على اليمين أم عدد الكرات في العلبة على اليسار؟ وهذا هو الأصل في أننا لا نستطيع ترتيب الأعداد العقدية، يعني لا نعرف هل 4E أكبر من 4E زائد 1 أم العكس. يعني من الأحسن تسميتها بالعدد الخفية. الآن تعرفنا على أصلها وحتى فهمها في الواقع، لكن أي شخص سيطرح هذا السؤال: ما هو موقعها من الأعداد؟ أين أجد العدد E في المستقيم الذي يحتوي على جميع الأعداد الحقيقية؟ لماذا نحتاج في الأصل لخط عمودي حتى نمثل الأعداد الخيالية؟ ربما سأصدمك بأنه فعلا يمكن إيجاد مكان للأعداد العقدية على خط، لكن ليس خط مستقيمي بل خط دائري. يعني نأخذ خط الأعداد الحقيقية ونقوم بتدويره حتى يصبح دائرة، وبما أن الدائرة محدودة أو بالأحرى مغلقة، فهذا يقودنا لاعتبارها جسم
يخفي بداخله أسرار، وما يوجد بداخل الدائرة هو الزوايا، ونختار زاوية نسميها بتيتا. فلو وضعنا هذه الدائرة في الفضاء العقدي، سنحصل على متغيرات عقدية أسية، يعني أعداد تكتب في نفس الوقت بدلالة تيتا أو بدلالة العدد إي، وتكتب بصفة عامة على هذا الشكل. وهذه هي الكتابة الثانية للمتغير زاد. أما لو قمت باختيار دالة تكتب على هذا الشكل بدلالة المتغير زاد، فكل مرة ستجد قيمة لإف وتعوضها مكان زاد، وتستمر هكذا حتى تحصل على هذا الشكل. وهذا الشكل يسمى بمجموعة ماندلبروي، وستجد أشكال أخرى تسمى بأشكال جوليا. وهذه المجموعات تحدثت عنها بالتفصيل في حلقة الهندسة الكسورية أو الفراكتال. يعني تخيل معي أنه يمكن لهذه الأعداد العقدية أن تنشئ مثل هذه الأشكال الجميلة. والسؤال المطروح، إذا كانت هذه الأعداد غير موجودة، فلماذا تقدم لنا في الأصل مثل هذه الأشكال؟ هل تعلم أين وجد العلماء هذه الأشكال الكسورية؟ وجدوها في أبعاد خفية، أبعاد تحتوي على أعداد غير صحيحة. ففي العادة يكون عدد الأبعاد صحيحة، مثل بعد واحد وهو خيط، وبعدين مثل القرص، وثلاث أبعاد مثل الكرة. لكن في الهندسة الكسورية يمكن للأبعاد أن تكون مثل 1.5 أو 4.2 وهكذا، يعني تظهر الفاصلة. وهذا هو سبب تسمية العلماء هذه الهندسة بالهندسة الخفية، لأنها توجد في أبعاد لا ترى بالعين المجردة. وهذا يرجعنا إلى ما شرحناه سابقا، الأعداد الخيالية ليست كذلك، فهي أعداد خفية. إذن لو رجعنا لخط الأعداد وأردنا البحث عن الأعداد الخفية خلف هذا المستقيم بدون إنشاء دائرة في فضاء ثنائي البعد، هل سنستطيع ذلك؟ صراحة تبقى هذه المسألة غامضة، ويصعب إيجاد الأعداد الخفية في خط الأعداد. لكن عندما ذكرنا سابقا أبعاد خفية، فربما الخط المستقيم يخزن هذه الأبعاد، بحيث لا يمكن للقلم وضع نقطة في هذه الأبعاد، وبالحديث عن مكان آخر تختزن فيه الأعداد. فهذا سيرجعنا لموضوع الحلقة التي تحدثنا فيها عن الرياضية المحرمة، أو بالأحرى حدسية هودج، التي تعتبر أصعب مسألة وضعت في التاريخ. وما يجر الإشارة إليه هو أن هذه الحدسية تعتمد على منطوية عقدية التي تحتوي على أعداد خيالية، وهي في الأصل أعداد خفية. فحسب ما فهمنا من خلال هذه الحلقة، الأعداد الخيالية هي موجودة في الواقع لكنها خفية، يعني مصطلح خيالية لا ينطبق معها في الأصل. وبما أنها تعيش في أبعاد خفية، لذلك لا نعرف قيمتها الحقيقية. هذا شبيه بربطنا لمفهوم المنطوية العقدية مع اختراعات تيسلا الغامضة. وكذلك هذا يقودنا لموضوع محير، موضوع جعل العلماء يجن جنونهم بسماعه. أتحدث عن مبرهنات عدم الاكتمال لجودل التي برهنت على أنه يوجد حاجز يمنعنا من الوصول للرياضية المظلمة، الجانب الآخر من الرياضيات. هل سئلت من المعادلات؟ هل تظن أن الرياضيات هي أعمق ما وصلت له البشرية من المنطق؟ هل تعتقد أن المعادلات التي درستها في القسم هي فقط ما يشكل هذا العلم الجميل الصعب؟ وإذا كانت معك شهادة ماجستير أو دكتوراه في الرياضيات، ربما طرحت على نفسك هذا السؤال، هل يوجد عالم آخر ما وراء المعادلات؟ عالم يكون فيه A يساوي B مجرد حالة خاصة؟ هل تظن أن ما ذكرناه سابقا من الرياضية العميقة، الرياضية المظلمة والرياضية المحرمة هي المغزى؟ دعني أجيبك بلا. فاليوم سنتعرف على ما خزنته هذه المصطلحات الثلاثة من أسرار. هذه الحلقة ستقذف بنا بعيدا إلى أبعد نقطة من الخيال. اليوم سنرى الرياضيات خلف الرياضيات، العالم الذي ينتظر ما يكتشفه، هناك حيث يسقط الرياضيين واحدا تلو الآخر. مرحبا بك في حلقة مبرهنات عدم الاكتمال لجودل، حاجز بين الرياضية المشرقة والرياضية المظلمة. لكن قبل أن تكمل المقطع، لا تنسى دعمه بإعجاب ونشره مع أصدقائك حتى تعم الفائدة. فمع بداية الرياضيات ومنذ ظهور مفارقاتها، حدسيتها وكذا المبرهنات بداخلها، ونحن نحاول ربط هذه المصطلحات بالواقع، ونحاول أيضا فك العزلة عن هذا العالم مع ما نراه في الطبيعة. ففي بعض الأحيان نحاول رسم المعادلات، ومن جهة أخرى نحاول إيجاد معادلات لجسم معين. فمع بروز الفيزياء النظرية ونحن نستخدم الرياضيات للحصول على أجوبة لأشياء يصعب اختبارها، بل مكنتنا الرياضيات من الوصول إلى اكتشافات حتى قبل اختبارها، وكانت هي الركيزة الأساسية في تطور علم الاقتصاد والتقدم التكنولوجي.
ولكن السؤال المطروح، لماذا لا نعرف كيف نربط بين المعادلة الصعبة والتقدم التقني؟ فالجواب هو أننا صرنا نربط كل شيء بما نشاهده في الواقع. لكن هل جربت يوما ما القيام بالعكس؟ أقصد بأن تجرب رؤية الواقع على أنه تجريد. ركز معي في كلمة الواقع وكلمة التجريد. هل سبق وتساءلت لماذا تباع اللوحات التجريدية بأثمنة باهظة على عكس اللوحات التشكيلية التي تجسد الواقع والطبيعة؟ ما الذي يجعل هذا الشخص ينفق كل هذه الأموال على شيء غير موجود في الواقع؟ ومن جهة أخرى، لماذا أغنى أغنياء العالم ليسوا هم الأشخاص الذين يديرون مشاريع واقعية مثل التجارة والعقار والخدمات؟ بل أغنياء العالم هم أشخاص يمتلكون شركات تدير مواقع وهمية ومجردة وليس لها وجود في الواقع. وعندما سيقطع الكهرباء ستنتهي حكاية هذه المنصات الرقمية. هل فهمت الآن عزيزي المشاهد أهمية التجريد؟ العالم الذي لا يمكن لمسه باليد هو نفسه العالم الذي نستطيع التحدث معه بلغة واحدة، إنها لغة الأرقام أو الرياضيات. والسؤال المطروح، ما الذي يقود الرياضيات ويجعلها تنطبق مع كل شيء نراه في الواقع؟ هل توجد رياضيات خلف الرياضيات التي نعرفها؟ أم أننا وصلنا لحد مغلق من المعرفة؟ تابع جيدا، فالقادم سيجعلك تغير تفكيرك عن الرياضيات. القادم هي أخطر المبرهنات، أو بالأحرى هما مبرهنتين الأغرب على الإطلاق، والتي تم اكتشافها على يد عالم الرياضيات كورت جودل. نعم، قلت اكتشاف وليس اختراع، لأن الرياضيات رغم تجريدها فهي اكتشاف من العالم الغير ملموس. يطلق على المبرهنتين المكتشفتين باسم مبرهنات عدم الاكتمال لجودل، وتم وضعهما سنة 1931، وتصرح المبرهنتين على أنه توجد حقائق يصعب البرهان عليها. هذا خطير، أليس كذلك؟ بأن تكون هناك حقائق صحيحة ولا يوجد أي إثبات يؤكد صحتها. لفهم ماذا أقصد، لنرجع إلى التسلسل الرياضي، وهو عندما نقوم بعملية حسابية معينة، نحتاج إلى مراحل تسمى بالبرهان الرياضي. فمن بين البراهين التي استخدمناها جميعاً، هي البرهان على حلول معادلة من الدرجة الثانية، أو البرهان على مجموع زوايا المثلث هو 180 درجة، وحتى إثبات أن جذر 2 ليس عدد كسري. فعلى سبيل المثال، عندما نستطيع البرهان على مبرهنة فيثاغورس بالنسبة للمثلث قائم الزاوية، فهذا يعني أن المبرهنة صحيحة. وما يجعلها فعلا صحيحة هو مراحل البرهان. ومن جهة أخرى، إذا كنا نعلم بأن الجواب معين هو صحيح، فنحن متأكدون على أنه يوجد برهان لهذا الجواب في مكان معين. يعني في الرياضيات نربط كل ما هو صحيح بالبرهان، والعكس أيضا. لكن ما أثبته العالم جودل هو أن الشيء الصحيح والبرهان لا يرتبطان معا دائما. فلكي نفهم حقا ما هو البرهان، علينا الرجوع للنقطة الصفر، وهي البديهيات أو المسلمات، وبالإنجليزية تنطق بأكسيوم، وهي طبعا القواعد التي نعتمد عليها لبناء البرهان بدون الحاجة للبرهان عليها. ففي الرياضيات نعتبر البديهيات على أنها الشيء الواضح الصحيح الذي لا يحتاج للبرهان. وعن طريق مراحل المنطق الذي تعلمناه في المدرسة، نجمع المعطيات بين البديهيات لإنشاء البرهان، وهذا البرهان طبعا سيؤدي إلى نتيجة نسميها بالمبرهنة. سأعطي مثال لتفهم مراحل البرهان. نعتبر البديهية التالية: المنزل أكبر من السور، السور يساوي تقريبا طول الشجرة، الشجرة أكبر من السيارة. المراحل التي نحتاجها للبرهان هي كالتالي: بما أن المنزل أكبر من السور والسور يساوي تقريبا طول الشجرة، فهذا معناه أن المنزل أكبر من الشجرة، وبما أن الشجرة أكبر من السيارة فهذا يعني أن المنزل أكبر بكثير من السيارة، والنتيجة هي أن المنزل أكبر من السيارة. يعني كل ما قمنا به هنا هو البرهان، وأما المبرهنة هي المنزل أكبر من السيارة. وبربط المبرهنة مع البديهية الثانية سنحصل على مبرهنة أخرى، وهي السور أكبر من السيارة. يعني وبالاستمرار على هذا النحو يمكن إنشاء عدد كبير من المبرهنات الرياضية. يعني يمكن اعتبار البديهيات هي البيانات التي نستطيع من خلالها إنشاء حائط المبرهنات. فمن بين أشهر البديهيات المعروفة نجد في علم الحساب بديهية بيانو، وكذلك بديهية أوكليد الخاصة بالهندسة التقليدية، وتوجد أيضا بديهيات الرياضيات العميقة أو بالأحرى نظرية المجموعات، وتسمى هذه البديهيات ببديهية زد اف سي. يعني عن طريق البديهيات تم إنشاء فروع بأكملها في الرياضيات. فالمسألة التي نبحث عنها هي تحديد التوافق بين الصحيح والمبرهن، وهل الشيء الصحيح هو نفسه الشيء المبرهن؟ وهذا السؤال قاد سابقا العالم دافيد هيلبرت إلى طرح إمكانية وجود نظام متكامل
ويحتوي على جميع البديهيات التي نحتاجها في الرياضيات. ومن خلال هذا النظام يقترح هيلبرت أنه يمكن تقسيم الرياضيات إلى الجانب الصحيح والجانب الخطأ. وحسب هيلبرت، كل جزء ضمن هذا النطاق الصحيح يجب أن يكون له برهان، وكل ما هو خاطئ ليس له برهان يؤكد صحته أو يوجد برهان يثبت خطأ. ولكن السؤال الذي شغل بال هيلبرت هو هل يمكن أن يوجد نطاق بين الصحيح والخطأ بحيث يتم البرهنة على أن كل شيء صحيح هو خطأ في نفس الوقت؟ لكي تفهم ماذا أقصد، لنرجع للمثال السابق الذي برهنا فيه بأن المنزل أكبر من السيارة. ولكن ماذا لو أضفنا بديهية أخرى، نقول بأن المنزل أصغر من الشجرة؟ فبمقارنة المبرهنتين معا سنحص على تناقض. كيف يمكن للمنزل أن يكون أكبر من السيارة وفي الآن ذاته أصغر منها؟ وفي هذه الحالة وضع هيلبرت شرط، وهو إزالة أي بديهية توجد بين الصحيح والخطأ والتي تؤدي إلى هذا التناقض. هل تعلم بأن هذه النقطة بالتحديد هي التي سيستغلها جودل لإثبات وجود حاجز رياضي؟ ومن خلالها وجد المبرهنة الأولى. وتنص المبرهنة الأولى أنه عن طريق مجموعة من العمليات الحسابية الناتجة عن بديهيات توجد دائما نتائج ليست مبرهنة ولا يمكن رفضها، يعني هي نتائج لا يمكن إثباتها ولا يمكن حتى التأكد من خطأها، ونسميها بالنتائج الغير مقررة. وبمعنى مختصر، حسب مبرهنة جودل الأولى توجد مبرهنات صحيحة ولكن لا يوجد أي برهان يؤكد صحتها، وعدم اكتمال شرط البرهان وما جعلنا نسميها بمبرهنات عدم الاكتمال لجودل. أما المبرهنة الثانية لجودل فتنص على أنه لو كانت تي نظرية صحيحة فإن نظرية تي ليس لها دليل على صحتها. فلو اعتبرنا أن أي النتيجة التي نرغب في الوصول إليها، والسي أي هي المراحل التي تؤكد صحتها أو خطأها، وأن السي أي هو البرهان على أي، فحسب البرهان الذي توصل له جودل توجد نتيجة أخرى معاكسة للنتيجة أي ونرمز لها بأي فتحة، بحيث أثبت جودل بأن السي أي يساوي أي فتحة. ولو أردنا كتابة هذه العلاقة بطريقة مفهومة سنحصل على النتيجة أي تكون مبرهنة إذا وافقت إذا كانت أي خاطئة، لأن أي خاطئة هو أي فتحة ويقصد به عكس صحة أي. يعني تأمل معي في هذه النتيجة، أي مبرهنة فهذا معناه أن أي خاطئة. فحسب جودل هذه النتائج تقع في نطاق آخر من الرياضيات يوجد بين الصواب والخطأ. وبالرجوع إلى هذه الكتابة يمكن استخلاص نتيجتين، الأولى هي أن أي خاطئة ولها برهان، والثانية أن أي صحيحة وليس لها برهان. وبالطبع الحلين معا يوجدان في هذا النطاق، وهما أصل مبرهنات عدم الاكتمال لجودل. يعني تصور معي أنه توجد العديد من النتائج الصحيحة والغير مبرهنة، كذلك توجد العديد من النتائج الخاطئة والتي يمكن البرهان عليها. هل تعلم ما معنى هذا؟ هذا معناه أن الرياضيات والعلوم بصفة عامة لا ترتقي إلى إيجاد ماذا يحدث في هذا النطاق الذي يقع بين الصواب والخطأ. يعني توجد أشياء هنا يصعب تخيلها، وما يؤكد ذلك هو عدم مقدرة الرياضيات على إيجاد برهان لكل الأشياء الصحيحة هناك. والسؤال المطروح، فإذا لم تستطع الرياضيات البرهان بكل فروعها على صحة هذه النتائج هنا، فهل توجد رياضيات خلف هذه الرياضيات التي نعرف؟ وهل هذه الرياضيات الجديدة تحتوي ربما على معادلات وسط الدوال وليس العكس؟ وهل توجد فيها قوانين تعمم أصلا مفهوم المعادلة؟ الله أعلم. لكن لو حصل ووصلنا إلى هذه الرياضيات الجديدة ستكون أكبر ثورة علمية على الإطلاق. السؤال الذي حير كل شخص منذ زمن، هل تعتبر الرياضيات اكتشاف أم اختراع؟ هل حقا يستخدم علماء الرياضيات معادلات أخرى نجهلها؟ رياضيات أقرب إلى اختراع الطائرات وصاروخ سبيس إكس. هل تعلم بأن موضوع هذه الحلقة واحد من أخطر المسائل في تاريخ البشرية؟ بل صنفته لجنة العلماء كأصعب مشكل في التاريخ، صعب لدرجة اقترح العلماء وضع من أجل حله مليوني دولار عوض مليون دولار. فهذه المسألة تسمى بحدسية هودج، اكتشفها العالم ويليام دوغلاس هودج سنة 1940، وهي ما قبل موت العالم نيكولا تيسلا سنة 1943، ونشرت الحدسية سنة 1950 بعد موت تيسلا. ما علاقة هذه الحدسية بالتقدم التكنولوجي؟ وكيف نستطيع دخول الرياضيات المحرمة عن طريق هذه الحدسية نحو الرياضيات التي لا يعرفها سوى القلة من كبار العلماء في العالم؟ الحقا لهذه الحدسية علاقة وثيقة باكتشافات تيسلا،
وهل تثبت فعلا بأن الرياضيات اكتشاف أم اختراع؟ حاول التركيز جيدا، ستسمع معلومات هامة للغاية. فإذا لم تفهم الرموز الرياضية، حاول على الأقل استماع للمعاني الخفية وراءها حتى تفهم المغزى. لكن قبل أن تكمل المقطع، لا تنسى دعمه بإعجاب ونشره مع أصدقائك حتى تعم الفائدة. فبداية بروز ملامح الرياضية المحرمة كانت قبل هودج وتسلا. ظهرت مع عالمين قبلهما بكثير. أتحدث عن حقبة ظهور الموجات الكهرومغناطيسية. فبذكري لهذا الاسم، ستعتقد أن المكتشف الحقيقي للموجات الكهرومغناطيسية وعالم الخطوط اللاسلكية هو العالم ماكسويل. لكن للأسف فأنت مخطئ، فالمكتشف الفعلي لهذا العلم هو العالم فاراداي. فهو لم يكن ذو شأن كبير في عصره، ولم يكن يعرف الرياضيات. فهو اكتشف بالتجربة الحقل الكهرومغناطيسي سنة 1821، لكن لم يعرف طبيعتها وأصلها. لذلك احتاج لشخص يعرف جيدا الفيزياء والرياضيات، فعثر على ماكسويل الذي نجح بالفعل بإثبات الحقل الكهرومغناطيسي رياضيا وربطه بالموجات وسرعة الضوء. فتحقق أخيرا حلم فاراداي من خلال وضع ماكسويل لمعادلاته التي تم البرهان عليها رياضيا، وتثبت صحة أفكار فاراداي التجريبية. كيف للرياضيات أن تكون اختراع وهي أصلا مرتبطة بأشياء مكتشفة مثل الكهرباء والمغناطيسيات؟ في هذا العصر كانت تسرق أفكار فاراداي لأنه ليس من الطبقة النبيلة وليست معه الرياضيات. يعني تذكر معي، تمكن ماكسويل من إيجاد عالم من المعادلات خلف اكتشاف فاراداي. فما علاقة هذه القصة بالعالم هودج والعالم تسلا؟ هنا المفارقة. كانت لتسلا اختراعات خطيرة ومهمة وأغلبها غير معروف، لكن لنكن أكثر واقعية، كما تعلمنا من قصة فاراداي وماكسويل، لابد من الرياضيات لتطوير التجارب والاختراعات. ففاراداي هو أول من اخترع محرك كهربائي، ولكن احتاج للمعادلات لتطوير علم الكهرباء. وكلنا نعلم أن معادلات ماكسويل حولت كل تجارب فاراداي إلى كل هذا التقدم التكنولوجي الحديث. لكن السؤال المطروح، أين هي المعادلات خلف اختراعات تسلا الذي جاء بعد سنين من عصر فاراداي وماكسويل؟ أين هي هذه المعادلات؟ هنا قمت بالبحث جيدا، فعثرت على أخطر حدسية وضعت في التاريخ، بل صنفت كأصعب مسألة. هل تعلم بأن الرياضيات خلف هذه الحدسية لا يعرفها إلا نسبة قليلة من كبار العلماء في العالم، لدرجة أنهم لا خطر في الرياضيات، بل أسماءهم معروفة لكن ليسوا من المشاهير أو حاصدي الجوائز. ولكي أضعك في الصورة، هل تعلم ما هو الأغرب؟ هو أنه لم يحدد العلماء سنة وضع الحدسية بالتحديد، لكنهم مع الكثير من الأبحاث اكتشفوا أنها وضعت قبل موت تسلا بثلاث أعوام، وتم نشرها للعموم سنة 1950، يعني بعد 7 سنوات من موت تسلا. فما هي هذه الحدسية وما قصتها مع تسلا؟ وهل تخفي هذه الحدسية أخطر جانب من الرياضيات؟ دعنا في نفس الوقت نتعرف على الرياضيات خلف هذه الحدسية وكذا الأسرار التي تخفيها. فهذه الحدسية تعتمد بالأساس على الهندسة الجبرية أو الهندسة التفاضلية، وهي من الفروع المتقدمة في علم الرياضيات، بحيث نعتبر في الهندستين معا أن كل العناصر الرياضية ترجع في الأصل إلى شكل هندسي ذو أبعاد متعددة يسمى بالمنطوية أو مانيفولد بالإنجليزية. فهذه المنطوية هي تعميم للفضاء والشكل والجسم وجميع الأشياء التي يمكن تصورها. وسميت بالمنطوية لأنها ليست شكل عادي يبقى على نفس الهيئة، بل هي شكل قابل للانطواء والتمدد والانحناء وغيرها من التأثيرات الطبولوجية التي تنطبق على الأجسام. فهذه المنطوية شبيهة بالمجهول إكس، فهي فعلا تكون جسم مجهول. لكن في الطبولوجيا والهندسة الجبرية يحاول العلماء وصف هذه المنطوية عن طريق عمل إسقاط لها في فضاء حقيقي أو فضاء عقدي حتى نفهم تصرفاتها أو تحويلها لفضاء آخر أو إنتاج تفاضلات ومعادلات خلفها. لكن السؤال الذي يبقى مطروح، ما هي المنطوية؟ فأغلبكم يعرف بأنها تعميم للفضاء والجسم، فهي تعميم للكرة، المستقيم، القرص، المكعب وغيرها من الأشكال. لكن حتى الآن نجهل ماهيتها الحقيقية، مثل أننا نجهل الرياضيات خلف اختراعات تسلا. هل حقا يمكن أن تكون المنطوية هي من الأجسام التي تفسر اختراعات تسلا؟ فحتى الآن لم تستوعب ماهية هذه المنطوية،
لكن تأكد أنها من أخطر الأشياء التي تم اكتشافها في الرياضيات، والتي بسببها اكتشفنا أكبر فروع الرياضيات، لكن يظل لغز هذه المنطوية غير مكتشف، فنحن نستطيع رؤيتها من خلال إسقاطاتها فقط، فلم نستطع حتى الآن معرفتها حق المعرفة. هذا شيء بتسليط الضوء على الجسم فسيتشكل الظل. هل تعلم بقصة أطلانتس، المدينة المفقودة الأكثر تقدماً؟ يقال بأنها كانت تمتلك من التكنولوجيا ما جعلها تحكم الأرض، فكذلك نجد أنواع من الأوراق الطبولوجية يتم وضعها على المنطويات. تسمى هذه الأوراق بأطلانتس أو أطلس، فأوراق أطلانتس شبيهة بأوراق التي نرسم من خلالها خريطة الأرض. فلو اعتبرنا أن الأرض هي المنطوية، فأوراق أطلس هي الوسيلة التي تمكننا من رسم الأرض عليها. حاولت التعمق والتعرف على من قام بتسمية المنطوية وأوراق أطلانتس، فلم أجد أي مصدر موثوق، وكأن مكتشف المنطوية مجهول الهوية. أم هل يمكن أن تكون المنطوية واحدة من اكتشافات قارة أطلانتس المفقودة؟ الله أعلم. لكن تذكر معي، معرفة الرياضيات خلف كل منطوية تشكل ثورة معلوماتية مهمة وتؤدي إلى ظهور فروع أخرى. فقنينة كلاين هي منطوية، وكذلك شريط موبيس هو أيضا منطوية، لكن ما يجر الإشارة إليه هو وجود منطويات تعيش في أبعاد أخرى يصعب حتى تخيلها، فما بالك برسمها؟ توجد أنواع كثيرة من المنطويات، منها الريمانية والتفاضلية وأيضا العقدية. فالمنطوية العقدية هي التي تحتوي على عناصر يمكن إسقاطها في الفضاء العقدي سي، بحيث N هو بعد هذا الفضاء. فمن بين المنطويات العقدية المعروفة نجد منطوية كالابيو، وهي تستخدم بكثرة في وصف نظرية الأوتار الفائقة. عند إسقاط هذه المنطوية على الفضاء العقدي سنحصل على هذا الشكل. يعني لاحظ معي ما قلته الآن، منطوية يمكن إسقاطها في فضاء عقدي، فهذه المنطوية هي واحدة من مصطلحات حدسية هودج. فتنص حدسية هودج على أنه يمكن حساب تجسيد أو كومولوجي لمنطوية جبرية إسقاطية عقدية انطلاقا من منطويات جزئية أصغر منها أو بداخلها. فما معنى ما قلته الآن؟ لنعد الوراء قليلا، حيث ذكرت مصطلح المنطوية التي تعمم الأجسام والفضاءات. لنضع على هذه المنطوية أوراق فضائية فيها أعداد عقدية مثل E، 2 زائد E وهكذا. السؤال المطروح، هل يمكن رؤية هذه المنطوية في هذا الفضاء العقدي؟ في حال ما إذا كانت الإجابة بنعم، فهنا نقول بأن هذه المنطوية هي منطوية عقدية. بل نضيف أيضا مصطلح إسقاطية حتى نتمكن من وصف إسقاط معلومات هذه المنطوية على الفضاء العقدي. إذا هذا هو مفهوم المنطوية العقدية الإسقاطية. فلتعرف أكثر على إسقاط المنطويات، ابحث عن Projective Space الذي نرمز له بRP، وإذا كان هذا الفضاء الإسقاطي عقدي نرمز له بCP، بحيث N هو بعد هذا الفضاء الإسقاطي. فحسب حدسية هودج يمكن إعادة تركيب أي منطوية عقدية جبرية إسقاطية من خلال منطويات أصغر منها عن طريق تطبيق رياضي يسمى بالتجسيد أو كومولوجي. فما هو التجسيد؟ فللتعرف على هذا المفهوم سنحتاج لتعرف على مصطلح معاكس يسمى بالتناظر أو أومولوجي. فلفهم التناظر سنحتاج لتعريف تطبيق المحافظ أو أوموموفيزم، بحيث نختار التطبيق F يتحرك من الزمرة G نجمة نحو زمرة أخرى G نقطة، مع العلم أن النجمة والنقطة هي عمليات شبيهة بعملية الجداء والجمع. فتطبيق F يكون تطبيق محافظ إذا حقق هذا الشرط، F لX نجمة Y يساوي F لX نقطة F لY. فمن بين الدوال المحافظة المعروفة نجد الدالة الأسية التي تمر من الزمرة G بعملية الجمع نحو الزمرة H بعملية الجداء. نختار عنصرين X و Y من الزمرة G لنطبق الدالة الأسية على X و Y من العملية البدئية وهي الجمع. لدينا الدالة الأسية لـ X زائد Y يساوي الدالة الأسية لـ X في الدالة الأسية لـ Y. وبما أننا حصلنا على العملية الثانية هنا بين الدالتين، فهذا يجعل هذه الكتابة شبيهة بالكتابة أعلاه، وبالتالي الدالة الأسية تحقق هذه الخاصية. إذن فالدالة الأسية هي تطبيق محافظ. فبوجود هذا التطبيق المحافظ سنستطيع اختيار فضاء A الذي سيساعدنا في تجسيد المنطوية، ونضع على هذا الفضاء نوعين من التفاضلات، التفاضل DE الذي يوجد في الاشتقاق، والتفاضل DE في الأعلى الذي يوجد في التكامل. يعني التفاضلين معا هما متعاكسان.
فالتناظر هو العملية H التي تعتمد على تفاضل الاشتقاق الموضوعة في الفضاء A. أما التجسيد كومولوجي فهو العملية H التي تعتمد على تفاضل التكامل. وهنا صنعتر على مفهوم السلسلة، بحيث في التناظر يتم إنشاء سلسلة من التفاضلات بين الأوراق A، فللمرور من فضاء لفضاء آخر يجب استخدام تفاضل الاشتقاق. فلو اعتبرنا أن الفضاء الأول معرف بهذا التطبيق F3 يساوي مربع X، فعندما سنشتق F3 سنحصل على F2 يساوي 2X، يعني الفضاء التالي معرف ب2X، ولو اشتقنا مجددا 2X سنحصل على 2. وأخيرا حصلنا على عدد ليس له اشتقاق، ومن هنا حصلنا على سلسلة الفضاءات الثلاثة. وهذه السلسلة تشكل ما يعرف بالتناظر، ومن جهة أخرى توجد سلسلة معاكسة تشكل التجسيد أو الكومولوجي، وهي عن طريق تفاضل التكامل. فلو قمنا بعكس سلسلة التناظر السابق في هذا المثال سنحصل على هذا التجسيد، وهذا هو مفهوم التجسيد كومولوجي. إذن الكومولوجي هو تجسيد فضاء عن طريق فضاء آخر عبر تفاضل التكامل. وهذا هو السؤال الموضوع في حدسية هودج، هل سنستطيع تجسيد منطوية جبرية عقدية إسقاطية من خلال منطويات أصغر منها بواسطة سلسلة الكومولوجيا أو سلسلة التجسيد؟ فلو قمت بالبرهنة على هذه الحدسية ستحصل على مليون دولار وجائزة فيلدز وغيرها من الجوائز الرفيعة. تشكل حدسية هودج تحديا كبيرا لأنها تمكن من تمثيل أي منطوية معقدة يصعب تخيلها بواسطة التفاضلات، وهذا التمثيل له آثار عميقة في الرياضيات بأكملها بما في ذلك الطوبولوجيا والهندسة الجبرية وكذا نظرية الأعداد. وبالتحدث عن نظرية الأعداد سينضاف سر حدسية هودج إلى جانب الأعداد الأولية التي تبحث عن أصل الرياضيات. فعندما أراد العلماء الإجابة على هذا السؤال، هل تعتبر الرياضيات اكتشاف أم اختراع؟ وجدوا أنها اكتشاف، وهذا يشبه تسمية التفاحة المكتشفة باسم مخترع، لأن القوانين الرياضية مكتشفة من الطبيعة، لكن الرموز التي تشير إليها هي ما قمنا باختراعه. وعندما حاول العلماء التعرف على سر الرياضيات وأصلها بما أنها اكتشاف، وجدوا أنفسهم أمام معبرين رئيسيين، الأول هي الأعداد والثاني هي الأجسام والفضاءات. فلكي يفهموا المعبر الأول وهو الأعداد يجب فهم ترتيب الأعداد الأولية، أما لفهم الأجسام والفضاءات الرياضية يجب حل حدسية هودج. يعني نحن الآن أمام حاجز يمنعنا من فهم الرياضيات، وهذا الحاجز هو الأعداد الأولية والمنطوية التفاضلية. إذن ما هو رأيك؟ هل تعتبر المنطوية التي تحتوي على أسماء مثل أطلانتس هي الوسيلة التي كان يعتمد عليها تسلا من أجل اختراعاته؟ العديد من الفيديوهات تتحدث عن علاقة تسلا بالأرقام 369، ولكن كل هذه المقاطع تنسى شيء آخر وهو علاقة تسلا بالمعادلات. فكما نعرف أن معادلة ماكسويل كانت هي الأساس في تطوير علوم الكهرباء والمغناطيسيات، ومعادلة نيوتن ساهمت في بناء ناطحة السحاب وإطلاق الصواريخ، معادلة الثيرموديناميكس التي ساهمت في إنشاء السيارات والمعامل الصناعية، ومعادلة ميكانيكا الكم التي مكنت من إنتاج مواد خارقة ساهمت في اختراع الحواسيب والهواتف الذكية، وأيضا معادلة النسبة العامة التي اكتشفنا من خلالها الثقوب السوداء وإنشاء شبكة اللاسلكية مرتبطة بالأقمار الاصطناعية. لكن ما هي المعادلات خلف كل اختراعات تسلا؟ لماذا لا يروج لها؟ ولماذا هي بهذه السرية؟ ولكن ما الغاية من إيهام الناس بثلاث أرقام وهي 369، متناسين أنه يوجد علم كبير خلف ما قدمه العالم تسلا؟ حاول متابعة هذه الحلقة للأخيرة فستسمع معلومات علمية هي الأخطر على الإطلاق. ولدعم المقطع لا تنسى دعمه بإعجاب ومشاركته مع أصدقائك حتى تعم الفائدة. قال نيكولا تسلا في إحدى أشهر مقولاته: لقد استبدل علماء اليوم علم الرياضيات بالتجارب، وهم يتجولون من معادلة لأخرى، وفي النهاية يبنون هيكلا لا علاقة له بالواقع. هذا ما صرح به تسلا. لكن لنكن واقعيين أكثر، ما قاله تسلا في هذه المقولة يشكل لغز يجب فكه. ركز معي في هذا التسلسل التاريخي، العالم ماكسويل عاش قبل تسلا، فانطلاقا من معادلة ماكسويل تمكننا من تطوير الأجهزة المرتبطة بالكهرباء والمغناطيسيات، وبعد تسلا بقليل جاء أينشتاين ليضع معادلة النسبية العامة التي اكتشفت الثقوب السوداء والموجة الثقالية،
وغيرها من الظواهر الكونية. وكذلك ظهرت في نفس الفترة ميكانيكا الكم التي اعتمدت على معادلة شرودنجر، ثابت بلانك ومبدأ هايزنبرغ، وباقي العلاقات التي مهدت الطريق لهذه الاختراعات التي نشهدها اليوم. فكيف يمكن أنه تسلا شاهد أهمية المعادلات في عصره، وأن يصرح بأن العلماء بدأوا يبتعدوا عن المعادلات؟ على عكس ذلك، كلنا نعلم أنه قبل تسلا كان الجانب التجريبي يعلو على الجانب النظري للفيزياء، لكن بعد تسلا أصبحت المعادلات أكثر أهمية. فقبل التعمق في علاقة اختراعات تسلا بالمعادلات، يجب أن أذكر بأن تسلا عاصر توماس أديسون. لكل منهما اختراعاته الخاصة به، لكن أديسون أخذ الشهرة وتسلا أخذ الصمت والسرية. أيهما تفضل، هل أديسون أم تسلا؟ اكتب رأيك في تعليق. فأنا لن أحكم على سرقة بعض أشغال تسلا في تلك الفترة ونسبها لأشخاص آخرين، لكن ما سأتحدث عنه ذو أهمية كبيرة جدا ولا ينتبه له معظم الناس، وهو كيف للبشرية أن تنتظر أكثر من 300 ألف سنة حتى يأتي تسلا ويبدأ في الاختراعات، حتى تبدأ التكنولوجيا في عصر تسلا. يعني تخيل معي، هل يعقل هذا؟ أن تبدأ التكنولوجيا مع مطلع سنوات 1900، ما الشيء الذي يميز هذه الفترة؟ فالأنظار حاليا تصب على تسلا وأديسون متناسين بأنه أول من وضع ركائز علم الكهرباء والمغناطيسيات التي اعتمد عليها تسلا فيما بعد، هو العالم فارادي، ثم جاء من بعده ماكسويل. فلكي تعرف القصة ركز جيدا، العالم فارادي هو أول من اخترع محرك كهربائي، يعني التكنولوجيا في هذا العصر بدأت مع فارادي، وفارادي هو أول من اكتشف الحقل الكهرومغناطيسي، لكنه كان ضعيف في الرياضيات، لذلك لم يستطع التقدم في مجال الاختراعات الخاصة بالكهرومغناطيسيات، ومع ذلك كان ذكي جدا، لكنه عثر في الأخير على شخص يساعده في فهمها عن طريق المعادلات، وهو العالم ماكسويل. فشرح له فارادي المبادئ التجريبية، ووعده ماكسويل بأن يعثر بالبراهين على معادلات تصف ما عثر عليه فارادي، وكانت النتيجة هي هذه المعادلات التي تسمى بمعادلة ماكسويل، التي لم تصف فقط الحقول الكهرومغناطيسية بل وصفت المادة أيضا، وبالتالي بدأت الثورة الصناعية بعد هذه المعادلات. لكن من الأجدر تسميتها بمعادلة ماكسويل فارادي. لكن ما قام به العالم ماكسويل هو تسمية واحدة من معادلاته بمعادلة ماكسويل فارادي. ركز معي جيدا، فقبل العالم تسلا وخصوصا مع فارادي وماكسويل، كان العلماء ينطلقون من تجربة وبعدها يحصلون على المعادلات التي تفسر وتساهم في تطوير الميدان. لكن مع تسلا وأديسون لم يظهر شيء اسمه المعادلات، كانت مجرد اختراعات اختراعات واختراعات ممهدة للثورة الصناعية الكبيرة. لكن مباشرة بعد تسلا سيأتي علماء مثل أينشتاين، بور، بلانك وشرودينجر وغيرهم الكثير والكثير، ساهموا في ظهور ما يسمى بالمنهج النظري، وأصبحوا ينطلقون من المعادلات لإيجاد التجارب. وهنا وصلنا لنقطة الحسم، كيف تغير المنهج العلمي من التجريبي النظري إلى النظري التجريبي بين عصر فارادي وعصر أينشتاين؟ ما الذي يخفي التاريخ بينهما؟ أو بالأحرى، ما الذي يخفي تسلا في قولته التي تبعد علاقته بالرياضيات؟ اقتربنا الآن من النقطة الأهم للتعرف على ما تخفي اختراعات تسلا من معادلة وأرقام. لكن قبل ذلك، قد يراودك هذا السؤال، لماذا يحتاج المخترعين، المهندسين والفيزيائيين في الأصل للرياضيات؟ الجواب هو أنه لا يمكن إطلاقاً القيام بالتجارب العشوائية، فاختبار تجربة مليون مرة ربما قد لا يعطيك النتيجة التي ترغب بها. على عكس ذلك، المعادلات ستمكنك من فهم سياق التجربة، بل ستساعدك في معرفة المراحل التي يجب تتبعها للوصول للنتيجة. هل تعلم عزيزي المتابع الكم الهائل من العلماء عبر التاريخ الذين وضعوا بصمتهم بل قاموا بأكبر الاكتشافات لكن لم يسلط الإعلام الضوء عليهم؟ هل تعلم بأن تسلا لم يكن ليصل لاختراعاته بواسطة التيار المتناوب لو لم تكن هناك معادلات؟ أنا لا أتحدث فقط عن معادلة ماكسويل، بل معادلات أخرى ظهرت في عصره مع عالم آخر. لكن لماذا يربط تسلا الكون بالأرقام 369؟ كيف له أن يخفي ما تعامل به من معادلات ويشتت انتباهك بالأرقام؟ ربما هي أرقام تبعد كل البعد عن العالم الذي وفر المعادلات لتسلا. قمت بالبحث جيدا، عسى أن أعثر على معادلات مرتبطة باختراعاته، فقمت بترتيب أغلب فروع الرياضيات التي ظهرت مع عصر تسلا، فكانت أهمها هي حدسية هودج، وهي أصعب مسألة في التاريخ
وضعت من قبل العالم هودج، وهذه المسألة غير محلولة حتى يومنا هذا، ولا يفهمها إلا القلة من كبار العلماء بالعالم. قمت بربطها بعصر تيسلا في حلقة الرياضية المحرمة الجزء الأول. لمراجعة الحلقة ستجد الرابط في صندوق الوصف. وهناك العديد من المسائل الرياضية التي ظهرت مع عصر تيسلا، لكن لنعتبر أن الأرقام 369 تشير فعلا لمعادلة تيسلا. أول شيء بحثت فيه هو الذي له علاقة بمثل هذه الأرقام، وهو ترميز كونواي الخاص بمتعددات الهيدرون. لمن لا يعرف متعدد الهيدرون، فهو شكل يشبه هذا الجسم من حيث الهيئة، وهو يمكن أن يتخذ أشكال متعددة، وهذه بعضها. وللتفريق بين كل هذه الأشكال، وضع العالم كونواي ترميزات على شكل أرقام تحدد عن أي جسم تتحدث عنه. لكن بحثت جيدا في هذه الأرقام فلم أجد أي أثر للثلاثي 369. يعني لو عدنا لنقطة الصفر، فتيسلا يشتغل في مجال التيار المتناوب أو التيار المتردد، وكان يشتغل لتوماس أديسون، وكان يطمح تيسلا لتوفير الكهرباء للعالم بشكل مجاني عن طريق نقل الكهرباء لاسلكيا. وهذه الطريقة ستعتمد طبعا على الموجات الكهرومغناطيسية، وبالحديث عن هذه الموجات سنتحدث طبعا عن معادلة ماكسويل. فبالحديث عن معادلة ماكسويل، يوجد أربع منها، كل واحدة ستشرح خاصية محددة للحقل الكهرومغناطيسي، بحيث A هو الحقل الكهربائي، وB هو الحقل المغناطيسي، وغو هي كثافة الشحنة، وجي هي كثافة التيار، أما ميو صفر هي ثابتة مغناطيسية تسمى بنفادية الفراغ، وإبسلون صفر هي ثابتة كهربائية تسمى بسماحية الفراغ. ورموز نابلة تمثل الاشتقاق بالنسبة للأبعاد المكانية الثلاثة X, Y, Z، وهنا سيصبح الاشتقاق متجهي. فبدراسة المعادلة الأربعة تمكن ماكسويل من توحيد الحقلين الكهربائي والمغناطيسي معا. ولكن ما قد لا يعلمه الكثير منكم هو أنه تم تلخيص معادلة ماكسويل في شكل مختصر وعام أكثر، ومن قام بتلخيصها هو عالم مجهول الهوية، وقد يكون هو هودج. نعم صديقي المتابع، هذا هو العالم الذي وضع أصعب حدسية في التاريخ. هذا العالم ليس فيزيائي بل هو رياضي، وأنتج فرع جديد من الرياضيات، هو والعالم الذي قبله إيلي كارتان. العالمين معا أسسا علم جديد يسمى بالهيئة التفاضلية. هذه الهيئات تقوم بتعميم جميع الخاصيات الرياضية والفيزيائية. يعني كيف لنفس العالم، أتحدث طبعا عن هودج، أن يضع أصعب حدسية في التاريخ خلال فترة تيسلا، لكنه نشرها بعد وفاة تيسلا. ولكي تفهم علاقة هودج بكل هذا، فحسب رياضية الهيئة التفاضلية، يمكن تلخيص معادلة ماكسويل الأربعة على شكل معادلتين فقط، وهما كالتالي. يعني يبدو شكل كتابتين جميل، لكنه يلخص أعقد الرموز الرياضية على الإطلاق. فمثلا الرمز D يعبر عن التفاضل الخارجي، ويحقق الخاصية التالية، مربع D يساوي الصفر. وهذه الكتابة القصيرة هي التي ستنشئ جميع معادلة الحركة المعروفة. أما الرمز F فهو الحقل الكهرومغناطيسي، وهو يعمم مفهوم الحقل الكهربائي والحقل المغناطيسي، والذي يكسب على هذا الشكل. أعلم بأن هذه الرموز معقدة، لكن عليك الاستماع لتفهم المغزى خلفها، لأنها تعمم معادلة ماكسويل. فكما تلاحظ أن الحقل الكهرومغناطيسي F يكتب بدلالة التنصور أو المصفوفة الكهرومغناطيسية F ميو ني، أما دي إكس ميو دي إكس ني، فهي متجهات تفاضلية، بحيث الرمزين ميو وني يتغيران من الصفر إلى ثلاثة. وهذا الرمز هو نوع جديد من الجداء يسمى بالجداء الخارجي. أما التنصور الكهرومغناطيسي فهو يكتب بدلالة الحقل الكهربائي والحقل المغناطيسي على هذا الشكل، بحيث سي هي سرعة الضوء. أما النجمة هنا فهي تعمم عدد كبير من الجداءات وتسمى بمعامل هودج، والتي تحقق العديد من الخاصيات. وجي هو هيئة تجمع بداخلها كثافات تيارات كهربائية ومغناطيسية. هل يمكن حقا للمعادلتين التي تعممان معادلة ماكسويل أن تكون هي السر خلف اختراع تيسلا، وخصوصا وأنها تحتوي على العديد من المعلومات؟ حاليا نستخدم هذا التعميم في مجال فيزياء الجسيمات، وكذا في نظرية الحقول الكمية، يعني في المجال الأصغر من الذرات. لكن حتى الآن نجل كيف نستخدم هذا التعميم في الكهرباء. يعني هنا وصلنا للنقطة الأهم، هل ما توصل إليه تيسلا في عصره كان عن طريق مناقشات مع العالم هودج؟ هل فك تيسلا لغز المعادلتين ليفهم أصل الكهرباء؟ الله أعلم. لكن ما نحن متأكدون منه هو وجود معادلات خلف اختراع تيسلا.
إذا كنت ترغب في أن أضع حلقة عن معادلة ماكسويل وكيف ساهمت في تطور التيار المغناطيسي، اكتب معادلة ماكسويل في تعليق. وكذلك إذا كنت ترغب في حلقة عن الهيئات التفاضلية، اكتب هيئة تفاضلية في تعليق. وشكرا لكم على المتابعة.